وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريعا خاصا بحزمة مالية تقدر ب 2.3 تريليون دولار لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا وللإنفاق الحكومي. وتمنح خطة التحفيز إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد 19 قيمتها 900 مليار دولار. بعد أيام من الرفض وبعد أن وصفها بوصمة عار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على خطة تحفيز الاقتصاد التي أقرها الكونغرس. خطة قيمتها 900 مليار دولار تمنح إعانة للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد 19. كما وقع ترامب قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي حسب بيان للبيت الأبيض. ترامب كان قد طالب برفع مبلغ 600 دولار المنصوص عليه في مشروع القانون إلى أكثر من 3 أضعاف، مطالبة سرعان ما استجاب لها زعيم الديمقراطيين في الكونغرس تشاك شومر، الذي أعلن عزمه التحرك في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون لمنح الأمريكيين شيكات بقيمة 2000 دولار أمريكي. توقيع ترامب على الحزمة أنقذ ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كوفيد 19 من خطر خسارة إعانات البطالة. ترامب استبق الكونغرس الذي كان بإمكانه من الناحية النظرية تجاوز فيتو سيد البيت الأبيض. ومع هذا التوقيع وإعلان زعيم الديمقراطيين عزمه زيادة منح الأمريكيين، فإن مجلس الشيوخ سيشهد معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين لتمرير هذا المشروع الذي رفضوا تمريره الخميس الفائت في خطوة كشفت الخلاف بين الجمهوريين وترامب. من واشنطن ينضم إلينا المستشار في الحزب الديمقراطي كريس ليبتينا. سيد ليبتينا، مرحبا بك. ما هي أهمية حزمة المساعدات هاته التي صادق عليها ترامب الآن، ولماذا تأخر كثيرا حتى اليوم للمصادقة عليها؟ حسنا، إن أهمية هذه الحزمة هي أن الديمقراطيين والجمهوريين يجب أن يتفقوا على حزمة لمساعدة الناس لكي يمروا بأزمة كوفيد 19، ولكن الرئيس قرر ألا يوقع عليها، ثم اختلق أعذارا لعدم توقيعها، وقد كذب فيما يتعلق بعدم قبول بعض الأشياء التي كان يتم التفاوض عليها من جانبه، وقد هذا أثر على الكثير من الأمريكيين الذين احتاجوا إلى هذه الأموال، وأدى ذلك إلى وضعهم في حالة من الهلع، لأنهم كانوا يتوقعون أنهم سوف يمرون بالأسابيع التي مروا بها من دون مساعدة الحكومة الفيدرالية. ولذلك فإن ترامب قد وقع عليها بعد أسبوعين من إمكانية توقيع لها سابقا، وهذا سبب قلقا للأمريكيين في أمريكا عندما كان الجميع ينتظر ما كان يجب أن يقوم به. المساعدات ليست في المستوى الذي كان يتوقعه الديمقراطيين، ولكن على الأقل هي مساعدات الآن موجودة. كيف سيستفيد المواطن الأمريكي البسيط من هذه المساعدات؟ ما هي القيمة التي سيحصل عليها الآن؟ حسنا، إن ما حصل أن الجمهوريون قد رفضوا أن يعطوا لكل مواطن 2000 دولار، وهو ما طلبه الديمقراطيون، ولذلك فإنهم تفاوضوا لكي يصلوا إلى مبلغ 600 دولار. ولكن عندما عرض مشروع القرار على السيد ترامب قال نعم سوف أوافق على 2000 دولار الآن. لذلك الديمقراطيون اليوم يقولون نعم، إذا كان الرئيس يوافق على 2000 دولار فسوف يكون عندنا مشروع قرار آخر وسوف نطلب فيه 2000 دولار بدلا من 600 دولار. ولكن بالطبع الجمهوريون العديد منهم لن يوافقوا على ذلك، لأنهم لم يوافقوا أصلا على 2000 دولار، بل كانوا يريدون 600 دولار. ولذلك فإن ترامب بخروجه في أثناء خروجه من منصبه فإنه يحرج الجمهوريين بتذكير الأمريكيين بأن الديمقراطيين كانوا سيعطون 2000 دولار وأن الجمهوريين لم يريدوا أن يعطوهم هذا المال، وهذا ما يحصل اليوم خلفنا. فالآن تحدث عملية التصويت، وسوف يصوت الجمهوري ليقولوا بأنهم لا يوافقون مع الرئيس على 2000 دولار ويريدون أن يعطوا 600 دولار فقط. أمام جو بايدن 22 يوما الآن ليجلس على كرسيه في المكتب البيضاوي بدل الرئيس الحالي دونالد ترامب، حينما يصل
هل يتوقع أن يزيد في هذه المساعدات؟ هل سيغير شيئا في ذلك؟ لا أعتقد أن خطة السيد بايدن كانت هو أنه سوف يتم مشروع القانون أو مشروع الحزمة التي وقع عليها ترامب البارحة، ثم يتابع في شهر كانون الثاني يناير بحزمة أخرى. أما الجمهوريون والبعض منهم قالوا بأنهم لا يريدون أن يوفروا أي حزمة مساعدات، وهذا أعتقد سوف يكون أول معركة بين السيد بايدن وبينهم، حيث يحاول أن يقنعهم بالموافقة وأن يوفروا حزمة مساعدات أكثر من أجل أن يساعدوا الأمريكيون للمرور بهذه الأزمة حتى نهايتها، حتى يستطيعوا العودة إلى عملهم. كريس ليبتينا، مستشار الحزب الديمقراطي في واشنطن، شكرا جزيلا لك.